مرة ثانية من الأخبار اللي ناس كتير بقت تستناها وبقالها فترة هي الخاصة بمنظومة الإسكان، والحقيقة إن ملف الإسكان بيشهد طفرة كبيرة جدا. يعني مع تولي السيد الرئيس كان المستهدف ومن أول يوم قال إن فكرة سكن آدمي للناس. إحنا لو حضراتكم تفتكروا إن إحنا قبل 2011 مثلا كنا بنتكلم عن شقة مساحتها 35 متر، وكنا بنطلع على الهواء نقول طب 35 متر يا جماعة يعني أسرة هتقعد فيها إزاي؟ فالحقيقة لما بدأ سيادة الرئيس يعني عهد رئاسته ليه لمصر كان بيتحدث عن سكن فيه 3 غرف والولاد يقعدوا حتى لو كان سكن اجتماعي. النهارده وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هتفتح باب الحجز الإلكتروني للطرح الرابع للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة، ودي بجميع مستوياتها للأفراد اللي هي مسكن. ده بنظام جديد للطرح الدائم، الهدف منه القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وده مهم جدا. يعني الملف ده تحديدا مهم قوي، بس خلونا نعرف الأول تفاصيل عن الطرح وامتى وهيبدا ازاي والناس هتعمل ايه. معانا على الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه المهندس عمرو خطاب. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور يا فندم. صباح الخير حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. خلينا نتكلم شويه عن تفاصيل نظام الطرح الدائم اللي طرحته وزاره الاسكان، وايه اللي هيحصل فيه يعني في الطرح الرابع. هو حضرتك طبعا ده الطرح الرابع للوزاره بنظام الطرح الدائم، وده طبعا في محاور مشروعات الاراضي السكنيه الصغيره بجميع مستوياتها للافراد، اللي هو برنامج اللي طرحته وزاره الاسكان العام السابق اسمه برنامج مسكن. واحنا حقيقه الطرح ده اللي بدا النهارده يعني خلال ساعه من دلوقتي مع مكالمه سيادتك، ان شاء الله هيبقى في طرح 1747 قطعه ارض سكنيه بمحاور متميزه او اكثر تميزا او المتوسط. طب ايه؟ طبعا ده الطرح الدائم ده اللي طرحته الوزاره بيستمر لمده شهرين. أوكي. بيبدا من النهارده لحد يوم 30/5/2024. طب. فبالتالي ان شاء الله احنا عندنا فرصه كويسه جدا لكل الساده الحاجزين الراغبين في حجز المدن الاراضي في المدن الجديده. ايه هي المدن يا باشمهندس؟ احنا عندنا 1747 قطعه ارض حضرتك قلت لي، المدن اللي مطروحه فيها ايه؟ مظبوط، احنا عندنا من في معظم مدن الجديده المتاح فيها الطرح 6 اكتوبر 15 مايو الشروق العاشر من رمضان. كويس. عندنا برضو مدن الصعيد، عندنا نصر الجديده، غرب اسيوط، ملاوي الجديده، الفاشني واخميم الجديده، وعندنا برضو في اسكندريه برج العرب الجديده. كويس. برضو عندنا السادات، في عندنا المنيا واسيوط واسيوط الجديده وبدر طبعا وغرب قنا طيبه الجديده. الأراضي متاحة في أكثر من مكان، يعني طيب. بنتكلم على تنوع في المدن 65 قطعة أرض في المحور الأكثر تميز. كويس. 826 قطعة أرض في المحور المتميز. كويس. بالإضافة ل 856 قطعة في أراضي المتوسط. المساحات قد إيه يا باشمهندس عمرو؟ مساحات احنا طبعا الـ البرنامج مسكن بيتيح تنوع كبير، الأراضي الصغيرة والمتوسطة يعني بيبدأ من 200-250 لحد أكثر من كده حسب طبعا نسبه التميز، في اراضي توصل لحد 400 متر. 200-250 متر؟ ده طبعا بيبقى في تخطيط للاراضي دي صح؟ ان هو مثلا هيسيب مساحه قد ايه، ولا ده بيبقى في طبعا اشتراطات يا فندم، ودي بتوفر للاسره والعيله اللي بيحبوا ان هم يبنوا مسكنهم الخاص بادوار مختلفه طبقا للاشتراطات، بتبدا من شقه في دور لحد 3 ادوار و4 ادوار، لكن احنا طبعا بيبقى في اشتراطات في الكراسه. احنا الميزه هنا في الطرح ده يا فندم ان احنا بنحاول نقضي على موضوع الاتجار في قطع الاراضي، لان وزاره الاسكان ممثله طبعا في هيئه المجتمعات بتهدف دايما لتنميه المدن الجديده، مش تبقى تسقيع اراضي او الاراضي تبقى متاحه في المدن والناس بتتاجر فيها فقط وما بقاش في تنميه. ايه الضوابط طبعا بقى؟ الضوابط طبعا احنا طبعا عندنا الطرح ده بيوفر وفره كبيره من قطع الاراضي اللي بالتالي بتخلي المواطن عنده فرصه يشتري بسعر مناسب، ما يبقاش طبعا نقضي على قصه بقى ان حد بيبيع باوفر برايس فيبقى يسعر الارض بشكل هل في شروط معينه للمتقدم يا استاذ عمرو؟ مظبوط يا فندم، طبعا احنا عندنا النهارده باذن الله النهارده من يعني خلال ساعه من دلوقتي على موقع الهيئه reserve.newcities.gov.eg نقدر ننزل الكراسه فيها كل الشروط، لكن طبعا اهم الشروط اللي بيدخلها المواطن انه بيدخل رقم القومي باسم واقع البطاقه، وطبعا اهم حاجه عندنا عشان ده طرح الكتروني ان يكون في بريد الكتروني متاح ويكون بيفتحه باستمرار وفي عنوان حالي محدث. هو طبعا اول ما بيدخل على الموقع بيعمل انشاء حساب جديد وبيدخل بيانات بسيطه جدا، واحنا عاملين فايل فيديو متاح لمده 2 دقيقة بيشرح الخطوات بالتفصيل لاي حد اول مره يطرح يحجز في الطرح الالكتروني.
وبيكون عنده ميزه كويسه قوي ان في الكراسه بينزلها عنده على الكمبيوتر فيها الكروكيات واماكن قطع الاراضي اللي بيقدر يحجز فيها وجداول تفصيليه بالاسعار. احنا طبعا بنتكلم هنا على اسعار مناسبه جدا لقطع الاراضي عشان نستهدف التنميه، فبنبدا بحوالي بعض المدن بتبدا ب 2000 جنيه بتوصل لخمسه بتوصل لثلاثه ل 7000 جنيه في المتر، وده طبعا بيكون مناسب جدا ان اي حد يقدر يحجز سواء فرد او اسره او يعني شركه. لكن طبعا هنا عندنا في ميزه مهمه قوي لازم نوضحها في المداخله مع حضراتكم. اتفضل. ان بيكون في افضليات كويسه جدا للي بيدفع ثمن القطعه كاش او اللي بيحول مقدم جديد الحجز بالدولار، وده طبعا بيكون له افضليه في انه يكون في تفاضل بين قطع اراضي سواء بقيه الحجز. هو احنا التقديم على موقع الوزاره صح؟ سواء بقى هيدفع كاش او هيدفع بالدولار او هيدفع التقسيط، ولا بنروح اللي هي يعني المجتمع التجمعات العمرانيه في الاماكن؟ طبعا اهم ميزه ان الطرح الالكتروني، يعني وانا قاعد دلوقتي في بيتنا بفتح الكمبيوتر بعمل حجز اونلاين مده شهرين، انا مش بقول لحد الحجز يومين او ثلاثه فهيقفل بعد كده، لا انا احنا الوزاره فاتحه لمده شهرين من النهارده. تمام. بمجرد يدفع جديه الحجز اللي هي بتبلغ 350,000 جنيه للاكثر تميزا او 100,000 جنيه للاراضي المميزه او 25,000 جنيه للمتوسطه، بيبقى معاه ايصال جديه الحجز المبلغ اللي هو حوله، ومعاه الكراسه اللي نزلها على الكمبيوتر فيها استماره الحجز بيعمل لها برنت بيطبعها وبيرفعها على الموقع الالكتروني، كل حاجه فندم الكترونيه من البيت من مكان ما انا شغال. طب مش محتاجه اروح اقف طوابير، مش محتاجه اروح لهيئه المجتمعات في اي مكان. طب اسمح لي يا باشمهندس، احنا دلوقتي الناس اللي بتدفع اللي هي مقدم او جديه الحجز هي بعد كده بيبقى في قرعه بقى واختيار اللي هو اللي احنا بنقول ان مين اللي وقع عليه الاختيار الكترونيا برضه. طيب ده سؤال مهم قوي كنت محتاج، ولا كل واحد قدم هياخد؟ ده سؤال ده كويس قوي، السؤال ده مهم، هو في شقين في السؤال ده. انا هقدم النهارده وهحجز قطعه معينه متاحه ودفعت جديه الحجز. طيب بعد مده شهرين ما يخلصوا في لا بس هيئه المجتمعات هتبلغ كل الحاجزين بنتيجه الحجز اللي هو حجزه ان شاء الله مبروك انه تم الحجز، او ان القطعه عليها اكثر من طلب 10 طلبات مثلا. فبنيجي نعمل مفاضله ما بين ال 10 طلبات، في مفاضله ما بين اللي بيدفع كاش غير اللي بيدفع تقسيط، اللي بيحول مبلغ بالدولار شريطه انه يكون تم تحويله من 60 يوم في البنك، او اللي بيدفع بالعمله المحليه. المفاضله الاخيره لو كل الناس استوت في الشروط وكلهم حولوا بمبالغ نفس المبالغ بكل حاجه بيتعمل ساعتها قرعه علنيه بيتم استدعاء كل الساده الحاجزين على القطعه المميزه دي ويتعمل لهم قرعه. طب ايهما هيبقى له الافضليه؟ هل اللي هيدفع كاش مثلا ولا اللي هيدفع مثلا بالعمله بالدولار؟ يعني لو انا في اثنين موجودين عندي، واحد ده هيدفع كاش واحد هيدفع دولار مثلا، هتاخد انهي فيهم؟ طيب عمله السداد طبعا رقم واحد، وبعدين نسبه الاستكمال، يعني عمله السداد الدولار هو طبعا بيحوز على القطعه، وبعدين نسبه الاستكمال اللي بيسدد 10% غير اللي هيسدد 50 غير اللي هيسدد 90% غير اللي هيسدد ثمن القطعه كاش. اوكي. بيكون له الافضليه. وده طبعا بيحصل على بعض القطع ولاحظناها في اكثر من طرح، ان في قطعه مميزه في اكثر من واحد داخل عايز القطعه. طيب اخر 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 سؤال عشان انا بس وقتي، اللي خد قبل كده في اي مكان تبع وزاره الاسكان له الحق ان هو يقدم ولا لا؟ انا طبعا الشرط ده مش متاح عندي حاليا، لان الكراسه يمكن هتلاقي فيها الشرط ده في اكتر من مدينه مختلف على حسب التزاحم على المدينه، على حسب المكان. حسب المكان، يعني في المدن الاكثر تميزا فيهم 65 قطعه، لكن المدن المتوسطه او المميزه فيها 800 قطعه، فهنا بيفرق حسب شرط القطعه وحسب تميزها. تمام. انا بشكر حضرتك جدا المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا. حاولنا ان احنا نقول لحضراتكم كل الاخبار الخاصه او الحاجات اللي ممكن تبقى تساؤلات عندكم في الملف، في هذا الملف.